طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نبتدئ معكم المحاضرة الأولى من دورة الدافعية والتعلم، ومن على قاعة أكاديمية الجيل الجديد المتميزة واللائدة في مجال التعليم الإلكتروني. سنتناول في هذه المحاضرة مفهوم الدافعية وأهميتها، وسنتطرق على أهم الدوافع وأنواعها. سنتعرف من خلال هذه المحاضرة على مفهوم الدافعية وعلى أهمية الدافعية، وسنتعرف على أنواع الدوافع، ومن ثم نتعرف على وظائف الدافعية والعلاقة، بعض المصطلحات ذات العلاقة الوثيقة بالدافعية والتي تكاد أن تكون جزءا لا يتجزأ منها، وأيضا العلاقة بين الحاجة والدافعية، ونتعرف على بعض مظاهر ضعف الدافعية لدى المتعلمين. دعونا بداية نسأل، يعني كثيرا من الأسئلة تدور في بالنا عن مفهوم الدافعية. ما هي الدافعية؟ لماذا ندرس الدافعية؟ وما الغرض من دراستها واستيعابها وفهمها؟ أوجه لكم هذا السؤال، وهو ما هي الدافعية؟ ولما ندرس الدافعية؟ ما هي الدافعية من وجهة نظر حضراتكم؟ من وجهة نظر حضراتكم أرجو أن توضحوا لي معنى الدافعية. مفهوم الدافعية. وعليكم السلام، أهلا أستاذة مريم عثمان، أهلا وسهلا. أعزائي رواد قاعة أكاديمية الجيل الجديد، أرحب بكم وبحضوركم الكريم، ويشرفني التواجد معكم وتقديم هذه المحاضرة، وأتمنى أن تكون محاضرة قيمة تضيف لكم شيء من الفائدة. دفعنا هي الرغبة في المشاركة في نشاط ما. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، هي الرغبة. إضافة إلى ذلك مفاهيم أخرى. هناك أكثر من مفهوم مرتبط بالدافعية، رغبة داخلية في أداء عمل معين أو عمل ما. ممتاز أستاذ أكرم. نعم، عمل رغبة داخلية، يعني نضع كلمة الداخلية بين قوسين، لأننا سنأتي إلى معرفة كون الدافعية هي رغبة داخلية أو هي دوافع داخلية لدى الإنسان. نعم، وعليكم السلام، أهلا أستاذة فاطمة. أهلاً وسهلاً، نود أن نسمع وجهة نظركم عن مفهوم الدافعية. أنتم الآن كرواد حضرتم هذه المحاضرة لغرض ما، هناك دافع وجهكم لحضور هذه، وعليكم السلام أهلاً، هناك دافع وجهكم لحضور هذه المحاضرة، ما هو الدافع الذي دفعكم للحضور؟ لكل إنسان هناك دوافع مختلفة، هي حالة داخلية تشير إلى سلوك الفرد للقيام بعمل. نعم، ذكرنا هذا السؤال بشكل جديد. لا حاجة،
ممتاز ممتاز، نعم هي حالة نفسية داخلية، ممتاز تدفع الفرد نحو إشباع حاجة ما. نعم الدافعية، إذا لنرد هذه الآية الكريمة وهي تقربنا من مفهوم الدافعية. قال تعالى: إن الله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا ما في أنفسهم. أي إن توضيح لهذه الآية، توضيح لهذه الآية، ماذا هو فهمكم لهذه الآية الكريمة؟ أي إن الإنسان هو الذي يبدأ بالتغيير بنفسه إذا أراد أن يغير حياته نحو أو مجتمعه أو بيئته، عليه أن يبدأ بنفسه، النفس البشرية هي الجذر الأولى للتغيير. نعم نعم أحسنت بارك الله فيكم أم اللواء، أحسنت، التغيير نحو الأفضل يبدأ من النفس قبل الغير، ممتاز ممتاز أحسنت. نعم إذا أردنا أن نغير يجب أن نبدأ بأنفسنا، وخاصة إن التغيير النفسي هو يعتبر من الدوافع الداخلية، وهي دوافع قوية جدا. إذا امتلك الإنسان القدرة على التغيير والتحكم بدوافعه، فهذا معناه أنه إنسان سيحقق النجاح ويحقق أهدافه، بكونه لأنه هو الذي يسيطر على دوافعه وليس الظروف الخارجية أو الدوافع الخارجية. هناك كثيرا ما ترد عدة أسئلة في حياتنا، ونحن كآباء وكتربويين تواجهنا الكثير من الأسئلة، أو التي نلاحظها من خلال عوائلنا أو الأشخاص المقربين لنا، حيث نلاحظ هناك بعض الناس تسعى للحصول على مركز اجتماعي، ومنهم يعني بعض الطلاب، أنا كمدرسة ألاحظ أن هناك بعض الطلبة لديهم رغبة شديدة للتميز والتحصيل والحصول على درجات عالية، بينما هناك البعض آخر لا يهتم بهذا الشيء. وأيضا نلاحظ أن الطفل عندما الذي يبكي ويصرخ جوعا ولا يهدى حتى تلبي حاجاته، كذلك الولد الذي لديه لعبة قد تعلق بها كثيرا، هذه اللعبة إذا أضاعت منه سيدخل في حالة من التوتر والضيق، بحيث يأخذ يبحث عنها ويسأل عنها ويصرخ شارة أخرى ويبكي ويقلب الدنيا إذا لم يجد هذه اللعبة التي هي متمسك بها، ولا يهدأ ولا يصمت إلا بعد أن يجد هذه اللعبة أو يعوض عنها. كذلك نجد هناك أناس تسعى جاهدة لتحقيق الذات أو لخلق برستيج لهم وتحقيق مكانة اجتماعية، وأيضا هناك بعض الشخصيات التي تصادفنا في حياتنا ممن يسعى إلى السيطرة، يسعى إلى السيطرة، أو من يسعى إلى اكتساب محبة الناس. فهناك عدة أمور تواجهنا في الحياة من خلال حياتنا العملية والاجتماعية لشخصيات مختلفة تختلف سلوكياتنا، وهذه السلوكيات وهذه التحركات لكل هؤلاء هم ما تسمى بالدوافع، ما يحركهم نحو هذه السلوكيات هي الدوافع، وهي موضوعنا لهذا اليوم والذي سنتحدث به عن الدوافع. أهلا وسهلا أستاذة عزة الزمت مدحت، أهلا وسهلا، عليكم السلام. فموضوعنا لهذا اليوم وهذه المحاضرة الأولى عن الدافعية، وما هي الدافعية؟ بداية لو ذكرنا يعني خلال ما ذكرنا من مصطلحات ومن الاطلاع على تجارب الغير من خلال السلوكيات التي يعكسها الغير للحصول على حاجات مختلفة وللحصول على
مناصب أو للحصول على تحصيل جيد، كل هذا يدفعنا إلى تفسير معنى الدافعية أو مفهوم الدافعية. مفهوم الدافعية، ذكر بعض الرواد الكرام أن الدافعية هي عبارة عن حالة داخلية، وهذا صحيح. الدافعية هي عبارة عن حالة نفسية داخلية، حالة نفسية داخلية. دعونا نتعرف عليها بشكل مفصل. هذا نشاط تعرف استنتاج مفهوم الدافعية. نعم، بارك الله فيك. هاي دي أحسن شيء، هي مصير داخل يحرك السلوك الفرد ويوجهه للوصول إلى هدف معين. إذا أنا يعني أحب أن أشير من خلال تجربتي في التعليم وفي التدريس وما ألاحظه من سلوكيات على طالبي العلم لدي، ألاحظ أن الدافعية، وما توصلت له بأن الدافعية هي في مثابة المحرك الأساسي للسلوك، هو مدير داخل يحرك سلوك الفرد وجهه الوصول إلى هدف معين. نعم أحسنت، بارك الله بك. فهي الدافعية أنا أعتبرها هي المحرك الأساسي للسلوك، وأيضا كالوقود العجلات السيارات التي نستخدمها لا تتحرك إلا بأغلب المكان إلا بوقود. فأيضا الدافعية هي بالنسبة للإنسان كالوقود، لا يتحرك الإنسان إلى تحقيق أي هدف معين أو القيام بأي هدف معين سواء كان هذا الهدف سيء أو جيد إلا من خلال وجود الدافعية. نعم ممتاز، هي المحرك الأساس، هي المحرك الأساس للسلوك. لذا تعرف الدافعية على أنها عملية نفسية داخلية، تعمل على إثارة السلوك، وتوجه نحو هدف ما، وتحافظ على استمراريته، وتعرف أيضا على أن مجموعة الظروف الداخلية التي تحرك الفرد من أجل تحقيق حاجاته وإعادة الاتزان عندما يختل. سؤال: متى يختل التوازن عند الإنسان ضمن مفهوم الدافعية؟ لا أقصد اختلال التوازن لحالة مرضية أو غير، لا، ضمن مفهوم الدافعية وضمن فهمنا واستيعابنا لمفهوم الدافعية وتعريفها. متى يختل التوازن عند الإنسان ضمن مفهوم الدافعية؟ ما هو الذي يجعل من الإنسان يختل توازنه ويشعر بالتوتر ويشعر بالضيق؟ متى يشعر بهذا الشعور؟ نود مشاركة من روادنا الكرام، نود أن نسمع آراءكم. سادتي الأفاضل، أغلبكم أكاديميين وتربويين، نود المشاركة. متى يشعر الإنسان بالخلل، وعدم التوازن ضمن مفهوم الدافعية؟ نعم، خلي مجرد صوت روزي. عرفنا أستاذ أكرم، عرفنا مفهوم الدافعية، وأيضا عرفنا تعريف آخر ذكرنا به أن مجموعة الظروف الداخلية التي تحرك الفرد من أجل تحقيق حاجاته وإعادة الاتزان عندما يختل. إذن متى يختل هذا الاتزان لدى الإنسان ضمن مفهوم الدافعية؟ متى يختل هذا الاتزان؟ واضح السؤال؟ ممكن أن أجب على هذا السؤال؟ نعم، أستاذ
الأستاذة عزت تقول الدافع هو العامل المحفز للقيام بعمل ما في حالة كثرة الضغوط الحياتية. نعم ممتاز. مروة إبراهيم تقول عندما يكتئب، فعلا عندما يكتئب هذا الاكتئاب يكون ضمن الجواب الذي أسعى للحصول عليه من حضراتكم. عندما يختل الاتزان يشعر بالتوتر والضيق والاكتئاب لسبب ما، هذا الذي أريد أن أستنتجه من حضراتكم. نجلاء المرابط أهلا وسهلا بحضراتكم، تقول يختل الاتزان عندما يسقط الإنسان الدافعية. فعلا ممتاز، لكن هذه الدافعية ترتبط بشيء، وهو سأجيب يعني الدافعية ترتبط بالحاجة. الدافعية ترتبط بالحاجة، يشعر الإنسان، نعم أحسنت أستاذ أكرم، عندما لا تتحقق حاجاته فعلا ترتبط يختل توازن الإنسان ويشعر بالتوتر والضيق، كما قلنا حالة الطفل عندما تضيع لعبته، عندما تضيع اللعبة التي هو متمسك بها ذكرنا قبل قليل، سيدخل في حالة من الصراع والبكاء ولا يعرف ماذا يفعل ولا يقلق وسلوكيات مختلفة. فقط يمكن أن يهدأ عندما نجد له لعبته أو نعوضه بأخرى. واضح. لذلك عندما ترتبط الدافعية بالحاجة، عندما يفقد الإنسان حاجة معينة يشعر بحالة من عدم الاتزان والتوتر. أحسنتم، مشاركات جميلة ورواد رائعون، بارك الله بكم جميعا. نأتي على التعريف آخر للدافعية وهو استنتاج لما ذكرتموه حضراتكم. الدافعية هي حالة داخلية جسمية أو نفسية تدفع الفرد نحو سلوك في ظروف معينة وتوجهه نحو إشباع حاجة أو هدف محدد. حالة داخلية جسمية، ماذا نقصد بحالة؟ شكرا أستاذ جمال، بارك الله بك. فاطمة عزيزتي غير متخصصة، حالة الدافعية هي حالة داخلية جسمية أو نفسية تدفع الفرد نحو سلوك في ظروف معينة وتوجهه نحو إشباع حاجاته أو هدف محدد. ما أحلى هذه الابتسامات، شكرا. نأتي إلى مفهوم حالة داخلية جسمية. سأطرح على حضراتكم سؤال، وهو هل يمكن لنا أن نرى الدافعية؟ أود مشاركات من روادنا الله العين. هل يمكن لنا، نعم على علي يقول لا، من أنا أرسل القاعة يا أستاذ علاء، هل لنا أن نرى الدافعية؟ هل يمكن لنا مشاهدة الدافعية؟ لا، مثل ما ذكر أستاذ علاء يقول لا. كيف لا؟ نشعر بها؟ نعم نشعر بها، أحسنت أستاذ أخم، بارك الله بك، نشعر بها. إضافة إلى ذلك يمكن أن نحس بها، نرى. مروة إبراهيم تقول نراها فعلا، كيف نراها يا أستاذة مريم؟ لا مروة عفوا، كيف لنا أن نرى الدافعية؟ نحن أشرنا بالتعريف أنها حالة داخلية جسمية أو نفسية تدفع الفرد نحو سلوك معين. نعم أحسنت أستاذ علاء، بارك الله بك. نحن لا نستطيع أن نرى الدافعية، لكن يمكن لنا أن نستدل عليها من خلال آثارها. واضح؟ الدافعية هي حالة فرضية، حالة فرضية لا يمكن رؤيتها، لكن يمكن الاستدلال عليها من خلال آثارها. نعم أستاذة مروة إبراهيم، مشاركاتك جميلة، تقول مثلا أنا معلمة، أحيانا الطالب يسعى للتفوق فعلا والحصول أعلى درجات. نعم وهذا صحيح، وأنا أيضا ألاحظ هذا في طلابي، عنده دافعية فعلا. وكيف تستدلين على مدى تفوقه ومدى تقدمه في التحصيل؟ من خلال الاختبارات التحصيلية.
ما هيك يا أستاذة مروة، تستطيعين أن تعرفي مدى تحقيق تقدمه وتستدلين على دافعيته، لأن الدافع أيضا هو مستويات ودرجات، فتستدلين على مدى دافعك من خلال الاختبارات التحصيلية التي تجريها لطلابك. ما هيك أستاذة مروة؟ أيضا نعم، أستاذة فاطمة تقول يحصل هذا معي أيضا، صح أستاذ، نعم، بارك الله بكم، مشاركات جميلة، ولنرى منكم الابتسامات الجميلة كتشجيع لنا وعلى إجاباتكم الأكثر من رائعة. أنتم الأروع، بارك الله بكم. نأتي إلى هنا، أوضحنا كمثال آخر سأطرحه لتقرير صورة الدافعية وكيفية الاستدلال عليها. أنا معلمة، دخلت حجرة الطالب، وهذا هو اللقاء الأول بطلابي، ماشي؟ عندما اللقاء الأول بالطلاب، أنا لا أستطيع أن أحدد من اللقاء الأول أن هذا الطالب ذكي ولديه دافعية عالية، وهذا متميز، وهذا قليل الدافعية، وهذا مستوى تحصيلي غير جيد، لا أستطيع. لأن الدافعية كما ذكرنا هي حالة افتراضية نستدل عليها من آثارها. متى أستطيع أن أحدد هذا؟ من خلال إجراء الاختبارات التحصيلية. كذلك أن الدافعية يعني مفهومها مهم جدا لأكثر من مجال، ليس على مستوى المعلمين، ليس على مستوى فهمها على مستوى المعلمين المهم. سنأتي إلى شرح هذا بعد قليل إن شاء الله. شكرا لكم. نأتي إلى مفهوم الدافعية، أصبح واضح؟ هل أصبح واضح مفهوم الدافعية وتعريفه؟ ذكرنا إنها هي حالة افتراضية. تمام، إن شاء الله خير على خير. نأتي إلى أهمية معرفة الدوافع. أهمية معرفة الدوافع. الآن نحن عرفنا ما هي الدافعية وكيفية الاستدلال عليها، لنعرف الآن ما هي أهمية معرفتنا بالدوافع. نحن كتربويين وأطباء الدافعية لا تقف مجال التربية، هي مجرد فهم الإنسان لدوافع، هذا إنجاز عظيم يجعله يسير في الخطة الصحيحة وفي الاتجاه الصحيح. لذلك مفهوم الدافعية واستيعابه بعد شرائح مختلفة وأبعاد مهن مختلفة ضروري جدا. هنا نعرف حضراتكم ما هي أهمية معرفتنا للدوافع، دوافعنا أو دوافع الآخرين. ما هي الأهمية من معرفتنا للدوافع؟ نعم، أستاذ كريم أكرم يقول من أسئلة الحياة لماذا أريد ذلك حتى نتحرك جدًا. الله، جميل، تعليق أكثر من رائع، بارك الله فيك، إجابات رائعة وتدل على وعي دافع ينمي الرغبة. نعم أستاذة فاطمة، جميل جدًا، الدافع ينمي الرغبة فعلًا. أيضًا إذا نأتي، نعم مروة، لاحظت المتعلم على التعلم، أحسنتي. وأيضا ممكن من خلال معرفة دوافع المتعلمين وتحديد ميولهم ممكن أن نستخدم الأساليب التي ترفع لديهم القدرة عند الدافعية على الدافعية. أستاذة نجلاء محمد تقول معرفة كيف يمكننا التأثير على فعلا، وهذا فعلا كيف يمكننا تحديد ميول المتعلمين وكيف لنا من خلال هذا معرفة دوافعهم واهتماماتهم يمكن لنا أن نستخدم الأساليب والطرائق الصحيحة التي تنمي لديهم القدرة، تنمي لديهم الدافعية نحو التعلم. أستاذة عزة تقول دوافع حتى يتحدد مدى أهمية ما فعلا من خلال معرفتنا للدوافع نعرف أهمية ما نقوم به. الصوت أرجو أن ملاحظة، هذه الملاحظة الصوت يتقطع، تقول الأستاذة أسد بركان فاطمة،
أستاذ أكرم يقول تنشيط السلوك وتوجيهه وتعديله وتقويمه إن احتجنا لذلك. ما شاء الله، فعلا جواب صحيح ودقيق. هنا نأتي لمعرفة الدافعية وأهميتها، وسنتطرق على أهمية الدافعية لكونها معرفة الإنسان لدوافعه ولدوافع غيره شيء مهم جدا جدا، فهذا يجنبنا الكثير من الإشكالات ويسهل علينا الكثير من الأمور. هنا نستنتج معرفة الدوافع، أهمية معرفة الدوافع. معرفتنا للدوافع تساعد الإنسان على فهم الإنسان لنفسه. بداية أنا عندما أعرف ما هي دوافعي، هذا يساعدني كثيرا على تحديد أهدافي، ماذا أريد ماذا أريد، وبالتالي يساعدني على كيفية توجيه سلوكي. فالإنسان الذي يستطيع تحديد دوافعه يستطيع تحديد أهدافه، وبالتالي يستطيع أن يحدد سلوكياته من أجل تحقيق هذا الهدف الذي يسعى له. واضح؟ عزة نصحات أستاذة عزة تقول المثابرة على العمل فعلا ومواجهة التحديات. أحسنت، بارك الله فيك، جواب جميل. عدم تضييع الوقت فعلا، تمام، بارك الله فيكم. هنا عندما يفهم الإنسان دوافعه تساعده على ماذا؟ تساعد الإنسان على معرفة نفسه وأهدافه وتوجيه سلوكياته واختصار عليه الوقت والجهد في سبيل تحقيق أهدافه. فمعرفة أهدافنا معرفتنا بأنفسنا تؤدي إلى تعرف على الدوافع التي تحركنا، كما أن معرفة دوافع الآخرين، هذا من ناحية معرفة دوافعنا، معرفة دوافع الآخرين تسهل عملية فهم سلوكياتنا. فأنا المقابل الذي أمامي في مجال، نتحدث في مجال التعلم فرضا، عندما أفهم ماذا يريد وأفهم ما هي دوافعه، أنا كمعلمة وكتدريسية أفهم دوافع المتعلمين وما هي ميولهم، هذا سيساعدني كثيرا على رفع دافعيتهم للتعلم وبالتالي رفع تحصيلهم، وهذا ما وأستطيع أن أوجههم الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف الأكبر من العملية التعليمية، وهو المعرفة والتعلم واستمرار عملية التعلم. أيضا معرفة الدافعية بالنسبة ليس على مستوى التعليم أو المعلم، الطبيب معرفته للدافعية شيء مهم جدا. بماذا تساعد؟ شكرا يا أستاذ جمال على هذه، شكرا لكم. ذكرنا أن ليس على المعلم أو التربوي أو الإنسان نفسه مهمة له معرفة مفهوم الدافع، أيضا الطبيب. وعليكم السلام، أهلا وسهلا أستاذ أحمد. بماذا تساعد الطبيب معرفة الدافعية؟ بماذا تخدمه معرفة الدوافع؟ بماذا تخدمه معرفة الدوافع؟ لماذا تخدم الطبيب؟ نعم أستاذ عزت، بارك الله بك، جواب صحيح. الطبيب بماذا تخدمه معرفة وإدراكه لمفهوم الدافعية ومعرفة الدوافع؟ لماذا يخدمه؟ احنا ذكرنا ليس فقط الإنسان يعرف دوافعه، المعلم عليه أن يعرف دوافع متعلمين كذلك. وعليكم السلام. الطبيب بماذا تخدمه معرفة الدوافع؟ روادنا، أود أن أسمع الإجابة من حضراتكم، دعوا لنجعل من المحاضرة شيء من التفاعل والتجاوب. ذكرنا أن المعلم يستفاد من معرفة الدوافع بتحديد ميول ودوافع طلابه، وبالتالي تحديد الطرق والأساليب الحديثة التي ممكن أن تنمي دافعيتهم. تشخيص، أستاذة نجلاء تقول التشخيص السليم ومعرفة اتجاه المتعلمين. السؤال أستاذ أحمد، ذكرنا أن المعلم تخدمه معرفة الدوافع
بتشخيص ميول ودوافع طلابي وهنا يستطيع أن يستخدم الطرائق التدريس الحديثة أو الطرائق الملائمة التي ترفع دافعيتهم. والطبيب، هنا السؤال، الطبيب بماذا تنفعه معرفة مفهوم الدافعية، أهمية الدافعية واستيعابها بالنسبة للطبيب؟ تسهل، فعلا تسهل الوصول إلى الهدف. أستاذة فاطمة أم نوار، ابتسامة جميلة، شكرا. مع المريض بالعلاج، أحسنت أستاذة مروة، مع المريض بالعلاج. كثيرا ما نشاهد في عوائلنا أو الأناس المقربين منا، نجد بعض الأشخاص في العائلة يعاني من أمراض، يعاني من أمراض واكتئاب وضيق، ويشعر بالاضطراب. عندما نأخذه إلى الطبيب ويجري له الفحوصات الكاملة، يجد أنه لا يعاني من مرض عضوي. نعم أستاذ أحمد، بارك الله فيك، نحط على العلاج المناسب. نجد أن هذا المريض الذي هو ضمن عائلتنا أو معرفة يعني ذات صلة بنا، يجري له الطبيب خاص الفحوصات، يجد أنه لا يعاني من أي مرض عضوي. وهنا يرجع إلى أسباب نفسية، وأغلب المشاكل النفسية التي يعاني منها الإنسان ترجع إلى عدم معرفته بدوافعه وعدم معرفته بأهدافه، عدم قدرته على تحديد أهدافه وعدم قدرته على تحديد دوافعه، وبالتالي يدخل في حالة من التوتر والضيق ويشعر بالمرض والاكتئاب إلى آخره. أما لماذا يرفع الطبيب معرفة الدواء؟ هذا يساعده على معرفة دوافع المرضى. هناك بعض المرضى لا يلتزم بإرشادات الطبيب، ولا يلتزم باستخدام العلاج بالأوقات المناسبة، أو لا يلتزم بالمراجعة مرة أخرى. فهنا تساعد أيضا معرفة الدافع وأهميتها بالنسبة للطبيب، معرفة دوافع المرضى وسلوكياتهم التي قد لا تؤذي إلا المريض نفسه. كذلك الدافعية، معرفة الدافعية بالنسبة للمحامي ورجل القانون، هناك أهمية كبيرة لمعرفة الدوافع بالنسبة لرجل القانون. كيف تخدمه؟ سؤال لكم، بماذا تخدم الدافعية رجل القانون؟ لماذا يستفاد المحامي أو رجل القانون من معرفة الدوافع الناس؟ أستاذة عزت تقول إذ لم يعرف أهدافه يصبح مجرد مؤدي لعمله بدون عامل للصبر والإخلاص طبعاً، وهذا أيضاً ما يجعله يدخل في مشاكل نفسية فعلاً، لأنه حب العمل هو المحفز الأساسي للإبداع. يقول أستاذ عز بركان، حتى يقدر يحكم حكمة صحيحة فعلاً، لكن هنا بالنسبة للمحامي يستطيع من خلال معرفته للدوافع أن يحدد أهداف الجريمة ودوافع الجريمة، الدوافع التي تؤدي إلى عودة المجرم إلى العودة إلى الجريمة، يعني أن يقوم بالجريمة نفسها. يعرف من خلال معرفته الدوافع التي أدت إلى الجريمة والأهداف من هذه الجريمة، ولماذا بعض المجرمين يعاودوا القيام بالجريمة نفسها. كذلك هناك معرفة أي إنسان له علاقة بالتعامل مع النفس البشرية، عليه أن يفهم مفهوم الدوافع. لذلك هنا نقول أن أهمية دراسة الدافعية شيء مهم جدا، كذلك انها تساعد على معرفه الدوافع على زياده التنبؤ. انا عندما اعرف هذا الانسان الذي يعني اتعامل معه، اعرف انا دوافعه ماذا هي، هنا استطيع ان التنبؤ بسلوكه، وكان هذا السلوك ايجابي او سلبي، وبذلك استطيع ان اجنب نفسي الوقوع في مشاكل، واجنب نفسي ان ادخل في اشكالات انا في غنى عنها. فمعرفة الدوافع تساعد قدرتنا على التنبؤ، بسلوكات الآخرين. نعم أستاذة عزت مدحت تقول، إذا كان لدي هدف سامي بيبعد عن كل الأمال المنافقين الأخلاق والدين. نعم
والأعمال النافية للأخلاق والدين. نعم بارك الله بك، وهذا يجنبها الكثير من الإشكالات. كذلك تأثير الدافعية على إنتاجية العاملين، حيث أن العامل الذي يعمل عمل هو لا يحبه ولا يرغب به ومجبر عليه، سيجعل من إنتاجه شيء ضعيف. أما إذا كان هذا العامل لديه رغبة بعمله وهو مقتنع به، سيكون هناك إنجاز رائع. وأيضا تحدد الدافعية شدة السلوك وكثافته. توجد علاقة طردية بين قوة الدافع وشدة السلوك، قوة الدافع وشدة السلوك. فكلما كان الدافع قويا، كلما كان سلوك الفرد شديدا وكثيفا. نأخذ مثال على ذلك. عندما يكون أنا الآن عندي طالب، وجدت أنه داخل الصف يهتم بالرسم، وأنا أشرح وأقدم درس وهو يهتم بالرسم، وهذا الشيء يجعله منشغلا عن تقديمي للدرس. وبذلك أنا اتخذت أسلوب معه، وهو أنك عندما تنتبه على الدرس وتحقق إنجاز جيد خلال درسي، سأجلب لك عدة كاملة للرسم. فهنا أصبح لديه دافع قوي للدراسة والتعلم والانتباه، كي ماذا؟ كي يحصل على الهدية التي وعدته بها. واضح؟ أي أنني استفدت دافعيتي من خلال محفز خارجي. واضح؟ وهذا هو مفهوم أهمية دراسة الدافعية. أستاذ علاء يقول: الدافعية تبدد الشعور بالملل والكسل والتردد. فعلا أحسن بارك الله. نأتي هنا إلى أنواع الدوافع. الدوافع لدينا أنواع مختلفة من الدوافع. ما هي من وجهة نظركم، ما هي الدوافع التي تتحكم بسلوك الإنسان؟ ما هي الدوافع التي تتحكم بسلوك الإنسان؟ هناك أكثر من دوافع تحرك سلوك الإنسان وتوجهه في اتجاهات مختلفة. ما هي أنواع هذه الدوافع؟ ما هي أنواع هذه الدوافع؟ الخوف. الخوف، أحسنت معرفة الله، أحسنت الإجابات، رائعة ورواد رائعين وجميلين، بارك الله بكم. أستاذ أحمد يقول الدافعية سلوك فطري، أحسنت. إذن سنشرح هذا، الدافعية فطري أم مكتسبة، وهذا ما سنتحدث عنه أساسا. أنواع الدوافع، دوافع خارجية. فعلا أستاذ نجلاء بارك الله بك. أستاذ أكرم يقول بعضها فطري وبعضها، فعلا فعلا أحسنت، إجابة جيدة ومتميزة. أستاذ مروة تقول دوافع نفسية ودوافع مادية، أحسنت بارك الله بك، إجابة مميزة. نأتي هنا إلى معرفة أنواع الدوافع. الدوافع تقسم إلى نوعين، هي الدوافع الفطرية. الدوافع الفطرية، يقصد بالدوافع الفطرية هي الدوافع التي يولد الإنسان وهو مزود بها. يعني نحن نجد أن الطفل عندما يولد وهو حديث الولادة يبدأ بالرضاعة. من علمه الرضاعة؟ واضح؟ يبدأ عندما يشعر بالجوع يبدأ بالبكاء. واضح؟ فهذه الدوافع تسمى دوافع فطرية. الدوافع الفطرية هي التي تولد مع الإنسان، وهو يولد الإنسان وهو مزود بها، مثل الجوع والعطش، الأمومة وغيرها من الدوافع الكثيرة. وذكرنا مثال على دافع الجوع، الطفل هو صغير عندما يجوع يبدأ بالصراخ، أي أنه يثير انتباه الأم على أنه جائع. كذلك نجد البنات، البنوتات الصغيرات، يعني بناتنا، نجد أنها عند أول ما تبدأ تلعب وتستخدم الألعاب، تبدأ تأخذ اللعبة وتعاملها كأنها ابنة لها، وتبدأ تعاملها كأنها تأخذ دور الأمومة. فهذه الدوافع هي دوافع فطرية. واضح؟ أستاذ أكرم يقول ولا بد من تحقيقها حتى يتسنى لنا تحقيق الدوافع المكتسبة فعلا، وهذا ما سنأتي إلى شرحه إن شاء الله.
الدوافع الخارجية التي تخص المال نعم نعم أحسنت بارك الله، هذا سنأخذه بشيء من التفصيل. لحد الآن واضح؟ واضح أنواع مفهوم الدافعية وتعريفها والدوافع الفطرية. من أود أن تزودوني بأنواع من الدوافع الفطرية أيضا؟ الدوافع الفطرية، أمثلة على الدوافع الفطرية. أود من حضراتكم أن تزودوني بأمثلة على الدوافع الفطرية. قلنا الجوع والعطش والبكاء، الحب شيء جميل أيضا، حب الدين، سارة عزة تقول، أستاذ أحمد، جمال صابرة هي الدوافع الفطرية، الدوافع الفطرية أستاذ جمال هي الدوافع التي يولد الإنسان وهو مزود بها، كالجوع والعطش والأمومة والحاجة إلى النوم والحاجة إلى الراحة، هذه هي دوافع فطرية لدى الإنسان. هنا نأتي على النوع الآخر من الدوافع وهي الدوافع المكتسبة، الدوافع المكتسبة. الدوافع المكتسبة هي التي يكتسبها الإنسان من البيئة. أستاذة عزة تقول حب الأم والأب والعائلة، أكيد أكيد، وهذه من الدوافع التي تجعلنا نحقق الكثير من الإنجازات والنجاح في سبيل هذا الحب للأم والأب والعائلة. أحسنت أستاذة عزة بارك الله بك. نرجع إلى نعم أستاذة مروة بارك الله بك تقول والأصدقاء، أكيد والأصدقاء وكلكم أصدقاء وأعزاء على قلوبنا. أقول الدوافع المكتسبة، الدوافع المكتسبة هي التي يكتسبها الإنسان من البيئة، يكتسبها الإنسان من البيئة، أي إنها دوافع خارجية مثل الدافع إلى الانتماء، الدافع إلى الإنجاز، الدافع إلى التحصيل، الدافع إلى السيطرة، الدافع إلى حب الاستطلاع. هذه الدوافع هي دوافع مكتسبة يسعى الإنسان إلى تحقيقها. وأيضا درجة الدافعية لدى الإنسان في مجال الدوافع المكتسبة تكون متفاوتة وغير متساوية من شخص لآخر. كل منا يسعى إلى الحصول على الشعور بالانتماء، كل منا يسعى إلى الإنجاز وتحقيق البرستيج وتحقيق منصب يرضي، يعني نرتضي به ونرضي الآخرين به. كلنا يسعى إلى التحصيل، وهذا ما يحدث الآن من حضراتكم وتواجدكم خلال هذه المحاضرة. هدفكم ودافعتكم هي أن تحصلوا على المعرفة والتعلم. كذلك هناك من نلاحظ له لديه حب السيطرة، حب السيطرة، حب التحكم، وهناك من لديه حب الاستطلاع، وهذه الدوافع كلها تسمى بالدوافع المكتسبة، المكتسبة من البيئة. تابع عدة تقول الصوت، الصوت غير واضح. دير القاعة أرجو التأكد من الصوت. تابع الماجة تقول واضح. نعم، نأتي على أنواع الدوافع من حيث، نأتي على أنواع الدوافع من حيث من حيث يعني الدوافع الخاصة بالتحصيل والتعلم. الدوافع هنا بما أننا ندرس الدافعية والتعلم، هنا نأتي إلى معرفة العلاقة بين علاقة الدافعية بالتحصيل. علاقة الدافعية بالتحصيل هي الرغبة للمشاركة في النشاطات العقلية المعقدة أو الحاجة للمعرفة، فالبعض يعتبر النجاح بأي طريقة كافيا، والبعض الآخر يعتبر إنجاز المهمات الصعبة والوصول إلى المعايير العالية من الإنجاز شيء مهم جدا، وهذا ما نلاحظه في أغلب طلابنا، ونلاحظ الفروق الفردية بين الطلاب. بعض الطلاب تكتفي بأخذ نسب من التحصيل ما يؤهلهم للنجاح فقط، بينما هناك بعض الطلاب والمتعلمين هم لا يرضوا بأقل من التقدير الممتاز وتحقيق أعلى نسب التحصيل. فالدوافع في التحصيل هنا هي مثل قياسها من خلال مشاركة الطالب ونشاطه والجهود التي يبذلها في سبيل
في سبيل التعلم ومشاركته داخل الصف واستماعه وتركيزه وتحضيره. هنا ممكن أن نقول إن هذا المتعلم لديه قوة دافعية عالية للإنجاز، قوة دافعية عالية للإنجاز. وكذلك نجد هناك من هو مخالف لهذا الطالب ووضعه يختلف، أي إن دافعيته منخفضة ويكتفي بأقل مستويات التحصيل، وهذا ما يراد به الدافعية في التعلم. شكرا أم الروائع، شكرا لك. يقول أستاذ أحمد إن الرغبة في المعرفة وإثبات الذات، نعم الرغبة في المعرفة وإثبات الذات وتحقيق الهدف والغاية التي يسعى إلى تحقيقها المتعلم. أهلا وسهلا أستاذة ميساء، أهلا وسهلا بحضرتك في أنس القاعة. نأتي إلى معرفة الدوافع من حيث مصادر استثارتها. من حيث مصادر استثارتها يعني تناولنا أنواع الدوافع فطرية ومكتسبة، وعرفنا الدافعية في التحصيل. هنا نأتي إلى معرفة الدوافع بحسب مصدر استثارتها. يعني نحن كثيرا ما نرى أن الكثير من السلوكيات تحدث بشكل مفاجئ نتيجة لاستثارة معينة، أدت بالشخص لقيام بسلوك معين. قد يكون هذا السلوك سلبي أم إيجابي، وهذه الاستثارات تكون أيضا على نوعين، دوافع خارجية واستثارات خارجية، الدوافع الخارجية والداخلية. الدوافع الخارجية التي تؤدي التي مصدر استثارتها خارج، يقصد بها الإثارة أو القوة الموجودة خارج النشاط أو موضوع التعلم، والتي تستخدم لدفع المتعلم نحو التعلم. مثل ماذا؟ مثال على ذلك المدح والثناء والجوائز المادية والمعنوية وإرضاء الأب والأم. فهناك بعض الطلاب نجد أنه يحقق إنجاز ولديه رغبة قوية في التعلم فقط لأنه يسعى إلى أرضاء والديه، فهو يجتهد ويثابر لتحقيق مستويات تحصيلية عالية في سبيل أرضاء والديه. وأيضا نحن عندما نضع، نحن كتربويين معلمين نضع جائزة معينة كما ذكرت للطالب الذي قبل قليل الذي قاطعته بعدة رسم، زادت دافعيته نحو التعلم. أي أننا عندما نضع جائزة معنوية أو جائزة مادية أو أيضا معنوية عندما يخرج الطالب ونجعل الجميع يصفقون له، هذه الدوافع الخارجية تجعل ترفع قدرة المتعلم ودافعيته نحو التعلم. أي أننا نستثير دوافع المتعلمين من خلال المدح والثناء والجوائز المادية والمعنوية. هذه كلها الأساليب تساعدنا على رفع الدافعية لدى المتعلمين، وليس هنا فقط المتعلمين، أيضا كل الذي يعمل في مجال النفس البشرية والعامل، وأيضا هناك دوافع أخرى خارجية تستثيره، دوافع كثيرة تستثير دافعيته للحصول على تحقيق هدف معين هو يسعى له. والنوع الآخر، أستاذ عماد يقول العرب يتحرك، لا أستاذ ميساء تقول لعل أهمها التقدير لعمله، فعلا التقدير أو السعي إلى الشعور بالتقدير الذات والسعي إلى تحقيق الذات والاحترام، اكتساب الاحترام والمحبة أيضا من الدوافع التي تسعى تجعل المتعلم ترفع دافعيته نحو التعلم. هنا أستاذ أحمد يقول الدوافع الخارجية محفزات، نعم محفزات خارجية، وهنا سنتناولها في المفاهيم ذات العلاقة بالدوافع بعد قليل، سنشرحها إن شاء الله. نأتي على الدوافع الداخلية،
استدارة المصادر الداخلية هي تلك القوى التي توجد في داخل النشأ أو الموضوع أثناء تعلمه، فتعمل على اجتذاب المتعلم إليها، حيث يشعر بالرغبة والانغماس في الموضوع ويتوجه نحوه بحماس دون وجود محفز خارجي ظاهر. أي أن هذا النوع من الدوافع الذاتية يعتمد على التحفيز والإثابة الخارجية لكونهما يتصلان في العمل والنشاط. هنا سأوضح شيء، أنا أرى أن الدوافع الخارجية هي دوافع ضعيفة. هنا أجد أن الدوافع الخارجية دوافع ضعيفة. لماذا دوافع ضعيفة؟ من وجهة نظركم، لماذا تعتبر الدوافع الخارجية دوافع ضعيفة؟ فعلا أنا توقعت أنكم ستقولون أنها هي الأقوى، ليس أسمع آراءكم لإجاباتكم. لماذا تعتبر الدوافع الخارجية دوافع ضعيفة بينما الدوافع الداخلية تعتبر، أنا أعتبرها دوافع قوية جدا، لماذا؟ نودنا الكرام، نود مشاركتكم الرائعة وتفاعلكم، ولتكن دافعيتكم نحو المشاركة أكبر. أستاذة ميساء تقول لأن النجاح يأتي من الداخل والرغبة في الإرادة من الداخل. أحسنت، بارك الله بك، إجابة رائعة. أستاذ عماد يقول لأن التغيير يبدأ بي ومني. فعلا فعلا أحسنت أستاذ على عماد، إجابة مميزة. أستاذة فاطمة تقول قد تكون غير مؤثرة بنفس قدر الداخلية. فعلا، وهذا ما أحسنت أستاذة فاطمة، وهذا ما سنوضحه. أود أن الانتباه على ما سأقوله. الدوافع الخارجية تعتبر ضعيفة، تعتبر أستاذة مروة تقول إذ لم يتغير الإنسان من داخله لن يتعلم. أحسنتي، إذ لم تكن لديه الرغبة في التغيير فإنه لا يستطيع أن يحقق التعلم. أحسنتي أستاذة مروة، بارك الله بك. أود الانتباه معي إلى هذا المفهوم. الدوافع الخارجية تعتبر ضعيفة. اليوم أنت وجالس في عملك يدخل عليك شخص، يتمتع هذا الشخص بمنصب اجتماعي مرتفع وفي تقدير من قبل الناس، ولديه قدرة على الحوار، ولديه قدرة على الإقناع، ولديه من السمات التي تجعلنا نصل إلى مرحلة قد نتمنى أن نكون مثله. صح أم خطأ؟ قد صادفنا مثل هذا الشخص في مجال حياتنا. تمام؟ فعلا تمام، صح، ماشي إلى حد الآن. أوكي، هنا هذا الشخص، كثير من هذه الشخصيات تصادفنا في حياتنا. إنه شخص يتمتع بكافة الخصال التي تميزه، لكن البشرى الثانية التي سأزفها لحضراتكم إن هذه، كل هذه الصفات التي يتمتع بها هذا الشخص والذي وصلنا إلى درجة قد نكون نحسده عليها، هي صفات ضعيفة ويمكن نحن أيضا أن نحققها. لماذا؟ لماذا؟ لأنها دوافع خارجية، لأنها دوافع خارجية. صوت إدارة، أرجو التأكد من الصوت. هنا قلت هذا الشخص الذي أصبح مصدر انتباه لنا ومصدر إثارة لنا، هو وما يتمتع بها من صفات الحوار والإقناع والمنصب، كل هذا هو نحن نستطيع أن نحققها. ليش؟ لأن كل هذه ما يتمتع به هي دوافع أو مصادر خارجية، هي دوافع خارجية، وهذه الدوافع الخارجية هي مكتسبة. أي إني أستطيع أن أحقق مهارة الحوار والإقناع، أي إني أستطيع أن أحقق هدفي وتحقيق منصب اجتماعي عالي. فلذلك تعتبر الدوافع الخارجية دوافع ضعيفة وغير ثابتة.
لكن الدوافع الداخلية هي الدوافع القوية بأنها تنزع الخارجية. قلنا إن دوافع ضعيفة لأنك لا تستطيع أن تسيطر عليها ولا تستطيع أن تسيطر على الظروف المحيطة بها. فالإنسان الذي يتمتع بمنصب ممتاز ويستطيع وحاصل على تقدير المحيطين، هذه كل هذه الظروف خارجية هو نفسه لا يستطيع التحكم بها، ويمكن أن تتغير في أي لحظة، ونحن أيضا نستطيع أن نحققها. لذلك تعتبر الدوافع الخارجية دوافع ضعيفة، أما الدوافع الداخلية هي دوافع قوية جدا لأنها تنبع من الشخص نفسه ومن ذاته، وهو الوحيد الذي لديه القدرة على السيطرة عليها. الدوافع الداخلية الوحيد الذي لديه القدرة على السيطرة عليها والتحكم بها، لذلك تعتبر هي الأساس والمحرك لتحقيق النجاح وتحقيق الأهداف. نعم أحسنت. أستاذ أحمد يقول الداخلية ثابتة وقوية والخارجية مكتسبة وقد تزيد حسب السيطرة. فعلا أحسنت، بارك الله بك. هنا نأتي أيضا إلى معرفة، هناك بعض المفاهيم ذات العلاقة الوثيقة، علاقة وثيقة بالدافعية، وتكاد أن تكون جزءا لا يتجزأ منها، وهي بعض المصطلحات الخاصة بموضوع الدافعية. وهذه المصطلحات أو المفاهيم ذات علاقة وثيقة ولا تتجزأ عن الدافعية، وهي الحاجة والحافز والباعث. الحاجة والحافز والباعث، من وجهة نظركم ما هي الحاجة؟ ما هو المقصود بالحاجة؟ ماذا نقصد بالحاجة؟ لنسمع آراءكم روادنا الرائعين ومشاركاتكم الجميلة. أحسنت أستاذ أكرم، أقول أستاذ أحمد يقول الرغبة، أم اللواء تقول الرغبة الداخلية، نعم الحاجة، أي نعم أحسنت، بارك الله بكم، إجابات رائعة ومميزة لحضراتكم. على أستاذ علاء يقول شعور داخلي يدفع الإنسان إلى القيام بسلوك معين، نعم أحسنت أستاذ. أستاذ فاطمة تقول الحاجة يجب أن يمتلك، نعم أحسنت أستاذ فاطمة بارك الله بك. أستاذ نجلاء تقول حاجة رغبة والحافز دافع، نعم. سنأتي إلى معرفة الفرق بين الحافز والحاجة. أستاذة نجلاء أحسنت، دافع والباعث إثارة والإنجاب، أحسنت بارك الله بك. نأتي هنا أساس الحاجة، ممن نبدأ أساس الحاجة؟ عندما أنا أشعر بحاجة بشيء معين، هذا يعني أنني لدي شيء ناقص، الشعور بالنقص، الحاجة أن هذه الحاجة التي أثارت لدي شعور من التوتر بأني أشعر بنقص هذه حياتي، هذه الحاجة ناقصة لدي. نعم أستاذة نجلاء أحسنت بارك الله بكم. الحاجة هي تبدأ الحاجة من الشعور بالنقص، الحاجة تبدأ من الشعور بالنقص، الحاجة شعور بالنقص أو الرغبة في الشيء، وهي تتطلب القيام ببعض الأعمال المعينة لإشباعها والتخلص من حالة التوتر التي يعاني منها الفرد. كيف يعني؟ أنا الآن ألقي لكم محاضرة وبدأت أشعر بالجوع، ليس بالشيء الغريب. هنا هذا الجوع قد يؤثر علي إلقاء محاضرتي، صح أم خطأ؟ قد يؤثر على الإلقاء، لأن شعوري بالجوع قد يبدأ يثار لدي بعض الشعور بالتوتر والإرباك وإلى ما ذلك. فالإنسان الذي فجأة يشعر بحاجته إلى الطعام، ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل؟ سوف الشعور بحاجته إلى الطعام سيخلق عنده نوع من التوتر، نوع من عدم الاستقرار، نوع من الإرباك، وبالتالي هذا الشعور سيتولد عنه مجموعة من السلوكيات. ما هي السلوكيات؟
ابتسامات جميلة، أنا في تلقاء أستاذة إيضا طلال. شكرا لحضرتك. قلنا إن الحاجة هي الشعور بالنقص أو الرغبة في شيء، وقلنا الآن أنت جالس وشعرت بالجوع، ماذا ستفعل؟ أنت بحاجة إلى الطعام، هذه الحاجة ستولد لديك دوافع، هذه الدوافع ستولد سلوكيات، هذه السلوكيات ستحثك على الباعث. لن نأتي إلى هذه الأمور هي نفسها التي سنتناولها بالتدريج. عندما شعرت بالجوع أصبحت لدي مشاعر مختلفة من التوتر، وبعدها سأقوم بسلوكيات وهي أني سأتحرك وأتوجه إلى المطبخ، وبعدها سأبحث عن الباعث واللي هو الطعام، ومن ثم ماذا أفعل؟ سأأكل، وبعدها ماذا؟ سأسد هذه الحاجة التي أثيرت في داخلي وأشعر بالرضا والاستقرار. طعم خطأ. أيوه فكرتي بالأكل أستاذ جمال، إن شاء الله بعد المحاضرة ستأكل كل ما في بالك. أستاذ علاء صح، شكرا شكرا، تشجيعات جميلة، وأنا أود أن أرى ابتساماتكم الجميلة أيضا. هذه مني لكم أحبتي. شكرا أستاذة إيضا، شكرا. نأتي إلى فهمنا مفهوم الحاجة، فهمنا مفهوم، شكرا أستاذة فاطمة، أحسنتم بارك الله بكم، تشجيع جميل. فهمنا مفهوم الحاجة وقلنا إنها شعور بالنقص والرغبة في شيء، وهي تتطلب القيام ببعض الأعمال المعينة لإشباعه والتخلص من حالة التوتر التي يعاني منها الفرد، وأخذنا مثال على ذلك وهو الشعور بالجوع والسلوكيات التي ستتبع، أني سأتحلق وأتوجه إلى الثلاجة وأبحث عن الطعام وأأكل وهو الباعث ومن ثم أستقر. هنا نأتي إلى تعريف المفهوم الآخر الذي هو ذات علاقة بالدافعية وهو الحافز. الحاجة هنا حالة داخلية، حالة داخلية. لننتبه على مفهوم الحافز. شكرا أم روى، بارك الله بكم. يعلق الحافز على أنه عبارة عن مثير داخلي ذو صلة فسيولوجي يتطلب استجابة توافقية، والحوافز تعني في الغالب المثيرات الداخلية والتي تظهر، ولتظهر الحافز في صورة شعور الفرد بالتوتر والضيق والألم. كيف يعني؟ كيف يعني؟ هنا الحافز ذكرنا، الحافز هو حالة داخلية، لكن هذه الحالة الداخلية ما الذي أثارها؟ أثارتها حالات خارجية، حالة داخلية استثيرت وتولدت عنها بعض الأمور، والتي هي أساس حاجات خارجية، حاجات خارجية التي ممكن تظهر بصورة ماذا؟ بصورة الشعور الفرد بالتوتر والضيق والألم. أي إنني عندما استثارت لدي حاجة داخلية التي هي الحاجة للطعام، بدأت هناك حوافز تشجعني على أن أنهض وأبحث عن الطعام. ما هي هذه الحوافز التي جعلتني أنهض وأتوجه للبحث عن الطعام؟ الحوافز هذه هي شعوري بالتوتر، وشعوري بالضيق، وشعوري بالإرهاق ونقصان الطاقة. هذه هي الحوافز، هذه هي الحوافز التي بالتالي دفعتني على ماذا؟ دفعتني للقيام والبحث عن ما يسد الجوع الذي أشعر به، والذي هو سنتناوله في المفهوم الآخر والثالث وهو الباعث. وهو الباعث هنا الحاجة حالة داخلية وجهتني، أثارت دافعيتي. الحافز هنا هو ما ولد لدي مجموعة من المشاعر مثل الألم والتوتر والضيق، وبالتالي وجهني هذا الشعور إلى القيام بالبحث عن الباعث. الباعث هنا هو الطعام. إذن الباعث يعرف على أنه الذي يوجه الكائن الحي
استجابته نحوه أو بعيدا عنه وإشباعه يزيد حالة التوتر لدى الفرد والضيق أيضا، أي إن الطعام هنا هو الباعث الذي بعد أن حصلت عليه وبعد أن حصلت عليه حاجة إلى الطعام، أي إني سددت حاجة الجوع لدي، هنا شعرت بنوع من الاستقرار وذهب هذا التوتر والضيق الذي كنت أعاني منه بسبب الحافز. نعم، أستاذ علاء، حاجة حافز باعث. أحسنت، شكرا، بارك الله بك أم اللواء، شكرا لهذه الابتسامات الجميلة. هنا بدأنا نعرف ما هي الحاجة وما هي الحافز وما هي الباعث، أي بشكل مختصر الحاجة حاجات داخلية، الحافز هو حاجات داخلية تثيرها حاجات خارجية وتترك أثر من أثر لدى الإنسان في الشعور بالتوتر والضيق والألم، وهي بالتالي التي ستدفعنا إلى السعي للحصول على العامل الآخر أو المفعول الآخر والباعث، وهو المثير الذي سبب لنا الرغبة في الحاجة منذ البداية. وأيضا سنتعرف شيء من التفصيل والعلاقة بين الحاجة والدوافع والحافز والباعث. إذن هل ممكن السؤال لحضراتكم، ما هو العلاقة بين الحاجة والدافعية وما هي العلاقة بين الحافز والباعث؟ لنسمع إجاباتكم الجميلة والتي كانت مميزة من بداية المحاضرة، كانت إجابات رائعة. لنسمع العلاقة بين الحاجة والدافعية والعلاقة بين الحافز والباعث. نعم، كلما زادت الحاجة كبر الدافع. نعم أستاذ ألا، أحسنت، مثلا كلما كانت شعوري بالجوع شيء قوي زاد دافعيتي نحو التوجه بأسرع وقت لسد هذه الحاجة فعلا، أو إن حاجتي للحصول على شهادة وبالتالي أنا أسعى الحصول على شهادة كي أستطيع أن أتوظف. كلما زادت حاجتي إلى الوظيفة زادت دافعيتي نحو التعلم. أستاذة مروة تقول الحاجة شيء مفروض على الإنسان يجب عليه التعامل معه غصبا. نعم، لأننا أيضا ذكرنا أن الحاجات حاجات داخلية، الحاجة حاجة داخلية، الإنسان غير قادر على التحكم بها وبالتالي هو مجبر على أن يسد هذه الحاجة. أحسنتي، بارك الله بك. أيضا أستاذة ميساء تقول الحاجة منبع الدافعية، فعلا فإن الحاجات هي المحرك الأساس للدافعية، الحاجة هي المحرك الأساس للدافعية. أستاذ أكرم يقول ينشأ الدافع نتيجة وجود حاجة معينة لدى الكائن الحي، ومتى ما وجد هذا الدافع أدى إلى ماذا؟ نعم، أحسنت، بارك الله بكم جميعا، إجابات رائعة ومميزة حضراتكم، وهذا دليل على وعيكم ومدى فهمكم للمحاضرة إن شاء الله، وهو أملنا أن تحقق الاستفادة من هذه المحاضرة والتعلم بالشيء الذي أنتم تسعون إليه إن شاء الله. نأتي لمعرفة استنتاج وظائف الدافعية. الدافعية هناك عدة وظائف، عدة وظائف للدافعية، هي استثارة السلوك. الدافعية لديها عدة وظائف، هي تستثير السلوك، فإنني عندما أشعر بدافعية نحو شيء معين هذا سيجعلني أقوم بعدة سلوكيات. مثلا أنا أسعى للحصول على شهادة مرحلة دراسية معينة، هذا سيجعلني أقوم بعدة سلوكيات، وهي السلوكيات التعلم والمثابرة والاجتهاد في سبيل الحصول على هذه، فهي تستثير سلوكي لتحقيق هدفي. وأيضا من وظائف الدافعية توجيه السلوك،
كيف يعني توجيه السلوك؟ حضراتكم الآن حضرتم هذه المحاضرة، وهناك أيضا يوجد أكثر من محاضرة في أكاديميات مختلفة أو في نفس الأكاديمية، لكنكم توجهتم إلى هذه المحاضرة بالأساس. لماذا؟ لماذا؟ لأن هناك كان دافع يوجه سلوككم، وأي مغريات خارجية لن تؤثر بكم، وأي مغريات خارجية لن تؤثر بكم، لأن لديكم دافعية حقيقية لحضور هذه المحاضرة. شكرا أستاذ جمال، بارك الله بك. إذا توجهتم إلى هذه المحاضرة لأن هناك دافعية، الدافعية وجهت سلوككم توجيه دقيق نحو حضور هذه المحاضرة دون غيرها. شكرا أستاذ جمال، بارك الله بك، شكرا. هنا عرفنا ما مفهوم توجيه السلوك. توجيه السلوك، فأنا عندما أضع هدف معين أمامي لا تغريني المغريات المحيطة، لا تغريني المغريات المحيطة، لأن دافعيتي كبيرة جدا لتحقيق هذا الهدف. وهذا الهدف اتخذت له عدة سلوكيات، وهذه السلوكيات توجهت بالشكل الصحيح من خلال الدافعية. شكرا أستاذة إيضاء فنان، بارك الله بك. هنا أصبح واضح مفهوم توجيه السلوك. استمرارية السلوك، كما ذكرنا في النقطة الأولى استثارة السلوك، قلنا أنت تسعى إلى الحصول على الشهادة، هذه الشهادة لا نستطيع أن نحصل عليها بلمح البصر، أي أني سأتعلم لسنوات عدة كي أحصل على هذه الشهادة. فالسلوكيات التي سأمارسها وهي التعلم والاجتهاد والتحصيل المرتفع والدوام وغير، هذه الاستمرارية في التعلم بالتالي ستحقق هدفي وهو الحصول على الشهادة التي كنت أسعى لها. وأيضا تحسين الأداء، وهذا واضح أيضا بالمثال، أني لو أردت الحصول على الشهادة علي أن أجتهد وأحسن أدائي وأن أثابر، وأيضا هذا يؤدي إلى تحقيق هدفي النهائي. وتنشيط السلوك، وبالتالي تنشيط السلوك أيضا من الوظائف الدافعية، حيث أنها تنشيط السلوك يجعلنا أكثر نشاطا وإقبالا نحو تحقيق الهدف والسعي إليه والمثابرة نحوه. نعم أستاذ عماد أحمد، بارك الله بك، شكرا لكم. جميل من حضراتكم، وهذه الابتسامات مني لحضراتكم. أيضا نأتي على جزء آخر وهو العلاقة بين الحاجة والدافعية. ذكرتم روادنا الكرام قبل قليل، أحد الأساتذة أو الأستاذات الحاضرات ذكرت أن الحاجة هي لا وجود للدافعية بدون الحاجة، لا وجود للدافعية بدون الحاجة. شكرا أستاذة فاطمة، نحقق ذوقك، شكرا لك. هنا نأتي إلى معرفة العلاقة بين الحاجة والدافعية. العلاقة بين الحاجة والدافعية، ما هي العلاقة بين الحاجة والدافعية روادنا الأكارم، روادنا المتميزون؟ ما هي العلاقة بين الحاجة والدافعية بعدما ذكرناه من الشرح؟ أود أن أسمع من حضراتكم. أحسنت أستاذ أحمد، بينهم تلازم وترابط. أستاذة فاطمة تقول متكاملان، فعلا. أيضا أسمع آراء أخرى، العلاقة بين الحاجة والدافعية. أستاذة ميساء تقول حاجة من بعد دافعية والعلاقة طلبية. أحسنتي، بارك الله بك أستاذ ميساء. عفوا أستاذ أسلم يقول الحاجة هي نقطة البداية لإثارة الدافعية. أحسنت أستاذ، تعليق مميز ورائع، أحسنت، بارك الله بك. أستاذ أحمد يقول لا ينفصلان، فعلا هم لا ينفصلان، لأن لا وجود للدافعية بدون الحاجة. نأتي إلى معرفة
علاقة الحاجة بالدافعية. العلاقة بين الحاجة والدافعية. الحاجة مثل ما ذكرنا قبل قليل، الحاجة تعني الشعور بالنقص معين، فإذا ما وجد تحقق الإشباع، أي إني كنت جائعة فأكلت فشبعت فاستقر الحال لدي وذهب التوتر وذهب الإرباك الذي كنت أعاني منه. واضح؟ لذلك الحاجة تعني الشعور بنقص معين، لذلك تكون الحاجة نقطة البداية لإثارة الدافعية، نقطة البداية لإثارة الدافعية والتحفيز إلى سلوك معين يؤدي إلى إشباعها، أي إن الحاجة هي البداية، الحاجة هي نقطة البداية لإثارة الدافعية. أنا لم أبدأ بسلوكيات معينة التي نتجت عن الدافعية إلا بوجود النقطة الأساسية وهي الحاجة، الحاجة إلى الطعام، في المثال الذي نشرح وفق المثال الذي ذكرناه في البداية. واضح؟ فإذا الحاجة هي النقطة البداية لإثارة الدافعية، أي إنه لا وجود لدافعية دون وجود الحاجة. واضح؟ الدايت يا أستاذة ميساء، إن شاء الله الدايت بسلام، إن شاء الله تحققين هدفك من خلال الدايت الذي أنت مداومة عليه وتحقيق ما ترغبين به إن شاء الله. شكرا أستاذ عماد، يقول واضح. شكرا أستاذ أكرم. هنا ينشأ الدافع نتيجة وجود حاجة معينة لدى السائل الحي، ومتى ما وجدت هذه الحاجة فستدفعه إلى أنماط من السلوك هدفها إشباع تلك الحاجة. وهذا واضح من خلال المثال الذي ذكرته في البداية، ولا أريد أن أذكره مرة أخرى حرصا على مشاعر الأستاذة ميساء. واضح؟ هنا نأتي أيضا معرفة علاقة الحافز بالباعث، الحوافز، العلاقة بين الحوافز والبواعث. من الناحية الوظيفية تعتبر العلاقة بين الحوافز والبواعث علاقة لا انفصام لها، أي إن أحدهما يكمل الآخر. شكرا أستاذة أم اللواء، شكرا أستاذة مروة، تقول كيف تتعامل مع قارئ شديد الذكاء ليس له، ليس عنده دافع للتعلم. سأذكر لك هذا بالتفصيل، وقد جلبت العديد من الأمثلة إن شاء الله سنتعرق لها خلال المحاضرة أستاذة مروة. كوني صبورة معي وسأصلك الجواب إن شاء الله. نأتي إلى العلاقة بين الحوافز والبواعث، العلاقة بين الحوافز والبواعث. من الناحية الوظيفية تعتبر العلاقة بين الحوافز والبواعث علاقة لا انفصال لها، أي إن أحدهما مكملا للآخر، فهم لا ينفصلان عن بعضهما. لماذا؟ لأن بينهما التفاعل بينهما مستمر ودائم. فحافز الجوع مثلا، رجعنا إلى حافز الجوع، أدرينا يا أستاذة ميساء، مثلا يدفع الكائن الحي للبحث عن الطعام. هنا من هو الباعث؟ الباعث هنا هو الطعام نفسه، هنا الباعث هو الطعام نفسه، والطعام الباعث بدوره يستثير الجوع والذي هو الحافز. واضح؟ أي إني عندما تحرك لدي الحافز، وقلنا أن الحافز هو عبارة عن مشاعر تثار لدى الفرد من التوتر والإرباك وعدم الاستقرار، تجعله هذا هو الحافز، تجعله قيام بسلوك معين للبحث عن الباعث. الباعث هنا هو الطعام بدوره الذي هنا تكون الطعام هو الباعث بدوره، هو الذي استثار الحافز. واضح؟ الرابط أمام حضراتكم الحاضرين تسجيل الحضور، وهناك أيضا شهادات حضور لكافة الرواد الأكثر من الحاضرين معنا هذه المحاضرة، ممكن لكم أن تسجلوا حضوركم من خلالها.
نأتي إلى أهم مظاهر تدني الدافعية لدى الطلاب. أستاذة مروة أرجو المتابعة بشكل داخل القناة معي. نأتي إلى أهم مظاهر تدني الدافعية للطلاب نحو التعلم. هناك عدة مظاهر تجعل من الطالب يتدنى مستواه، تتدنى دافعيته نحو التعلم. أود أن أسمع من حضراتكم، بما أنه أغلبكم أكاديميين وأغلبكم أساتذة، أسمع آراءكم حول أهم المظاهر التي أنتم وجدتموها وتلاحظونها عند حتى أبنائكم. تدني الدافعية نحو التعلم، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تدني الدافعية لدى المتعلمين؟ نعم، أسمع من حضراتكم. نعم، انشغاله عن متابعة التعلم. أحسنت أستاذ أكبر، أكرم، بارك الله بك. فعلا انشغاله عن متابعة التعلم. أيضا هناك مظاهر متعددة تدني دافعية المتعلمين نحو التعلم، مثل ماذا؟ عدم اقتناعه بالتعلم. أستاذة مروة تقول عدم اقتناعه بالتعلم، ليس بالتعلم، قد يكون بالمعلم نفسه أو الطريقة. تساؤل الدعم حول لماذا أدرس، فعلا هذا التعليق تعليق مميز. الظروف، المشاكل المحيطة فعلا، أو البيئة أو العائلة، عدم معرفة قيمة العلم، فعلا أستاذ أحمد أحسنت. نعم، نسمع من حضراتكم أيضا. عدم معرفة قيمة العلم، الصوت من فضلك، أرجو من إدارة التنبه إلى الصوت. أستاذة ميساء، الملل من المناهج التقليدية، فعلا أيضا أحسنت أستاذة ميساء. هنا نأتي إلى أهم مظاهر انخفاض أو تدني الدافعية للطلاب نحو التعلم. أهم ما هي تشتت الانتباه. أنت كيف تعرف أن هذا الطالب هو غير، ليس لديه دافعية للتعلم، وهو غير منتج مع العملية التعليمية؟ ونحن نلاحظ هذا كثيرا على طلابنا، نلاحظ أن الطالب لديه تشتت انتباه وغير منتبه، هو مشغول بأشياء أخرى. فهناك عدة مظاهر نعرف من خلالها تدني الدافعية لدى بعض المتعلمين لدينا، وهي أولا تشتت الانتباه. نعم أستاذة ميساء، فعلا تشتت الانتباه، الانشغال بأغراض الآخرين. أنا أدرس ومجهدة وأقدم الدرس، فإذا بطالب لدي منشغل باللعب، بقلم صديقه، بدفتر صديقه، وغير منتبه، هذا أيضا من مظاهر تدني الدافعية نحو الطلاب نحو التعلم. كذلك الانشغال بإزعاج الآخرين، وقد يكون هذه السلوكيات تجعلنا أن نحكم على الطالب بأنه طالب مشاكس، وهذه المشاكسة هي أيضا من دلائل عدم تدني الدافعية عند هذا الطالب نحو التعلم. فانشغاله بإزعاج الآخرين حيث هي مشاكل صفية، وأيضا نسيان الواجبات وإهمال حلها. عندما نكلف طلابنا بواجبات بيتية، يأتي هذا الطالب غير منجز لواجباته، وهذه من أسباب تدني الدافعية لدى المتعلمين. كذلك من مظاهر التدني الدافعية نسيان كل ما له علاقة بالتعلم الصفي، من مواد ومتطلبات، من كتب ودفاتر. كثيرا ما يصادفنا هكذا طلاب، نحن أنا أدرس ولدي امتحان، ويأتي الطالب بدون مستلزمات لإداء الامتحان، أي ليس لدي قلم، أحتاج إلى لمحات، لم أحضر الورقة. أهلا وسهلا أستاذة أريج، أنا في القاعة، أهلا وسهلا بحضرتكم.
فكثيرا ما يصادفنا هكذا طلاب، صح أستاذة مروة؟ أين ذهبت أستاذة مروة إبراهيم؟ سألت عن هذه المفاهيم. أيضا نصادف هكذا طلاب وهو متشتت البال، ينشغل بأغراض الآخرين، ينشغل بإزعاج الآخرين ونسيان واجباته، نسيان لأدواته ومتطلباته كالكتب والدفاتر. فهذه الأمور كلها نستطيع من خلالها أن نحدد أن هذا الطالب ليس لديه دافعية للتعلم، ليس لديه دافعية للتعلم. وأيضا تدني المثابرة في استمرار في العمل الواجبات والمهمات الموصلة إليه وتقصيره فيها. وهناك أيضا طلاب يختلقون الأعذار، يختلقون الحجج كي يتلافوا مسألة العقاب والثواب. أيضا العقاب بشيء مهم خلال سنطرحه وتداوله في المحاضرة. فأيضا يبدأ بخلق الكثير من الحجج كي يتلافى المحافظة. فهؤلاء الطلاب نستطيع من خلال هذه السلوكيات التي يقومون بها نحدد أن هذا الطالب هو دافعيته متدنية نحو التعلم، دافعيته متدنية نحو التعلم. وهناك أيضا أمور أخرى، الدافعية، مظاهر التدني الدافعية، أيضا إهمال الالتزام بالتعليمات والقوانين الخاصة بالصف والمدرسة. كل مدرسة أو مؤسسة تربوية لديها مجموعة من القوانين والأنظمة. الطالب الذي ليس لديه حماس ولديه دافعية منخفضة سوف يكون مقصر ولا يلتزم بهذه القوانين والتعليمات. كذلك كثرة الغياب عن المدرسة لمظاهر تدني المدافعية لدى المتعلمين، كره المدرسة حتى إنه يشعر بعدم ملائمة المقعد الذي يجلس عليه، عدم ملائمة حتى المقعد الذي يجلس عليه يبدأ بالتذمر منه، وتذمر من كثير من الأمور، من المواد الدراسية وتتابع الحصص والامتحانات. كل هذه الأمور التي هي أساسيات في التعلم يبدأ يندعج منها ويشعر بأنها أمور غير محببة لها ويتذمر منها ويشكي منها. إذا كيف يتعلم إذا لم يدخل في هذه الأمور الصافة؟ فهذه تحدد لنا انخفاض الدافعية لدى بعض المتعلمين. الفشل والتأخير التحصيلي نتيجة عدم بذلهم الجهد الذي يتناسب مع قدراتهم. ملاحظة أود أن أركز عليها هنا، نلاحظ بعض الطلاب في سنوات سابقة قد نكون درسناهم نجد أن لديهم مثل الذكاء لا بأس بها، لكن تحصيلهم منخفض، بينما هناك طلاب آخرين هم ذكائهم متوسط لكن تحصيلهم مرتفع. هذا كله يرجع إلى سبب دافعيتهم نحو التعلم، سبب دافعيتهم نحو التعلم. وهذه الدافعية التي ممكن أن تؤثر بها ما ذكرنا سابقا، العوامل الداخلية والخارجية والمكتسبة، كل هذه العوامل تؤثر على دافعية المتعلم. تمام، واضح إلى هنا المحاضرة؟ واضح ما ذكرنا. فهنا أصبح لدينا سنشرح بالتفصيل إن شاء الله. شكراً لحضراتكم. نأتي هنا، أصبحت لدينا رؤية واضحة نحن كمعلمين وتربويين كيف لنا أن نشخص المتعلمين الذين لديهم انخفاض تدني في الدافعية من خلال عدة سلوكيات يمارسونها داخل حجرة. لكن احنا شرحنا مظاهر التدني، هنا نعرف الاسباب، نعرف الاسباب لانخفاض هذه الدافعيه. لماذا هذا الطالب يتقلق بهذا الشكل وهو كونه متشتت الانتباه، يعبث باغراض الاخرين، غير منتبه للدرس، غير لا يحضر واجباته، كثير الغيابات، متذمر كثير
كثيرا. أظن هذا كل ما ذكرناه. نعم نجيب على لحظة. وهذا كل ما ذكرناه من خلال المحاضرة الفقرة السابقة. أي لحظة دقيقة حضراتكم اسمحوا لي. ذكرنا هنا نأتي عرفنا مظاهر تدني الدافعية لدى الطلاب. هنا نأتي إلى معرفة أسباب انخفاض الدافعية لدى الطلاب ولماذا يتصرفون بالشكل الذي ذكرته سابقا. لماذا يتصرف بهذه؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض الدافعية من وجهة نظر حضراتكم؟ أرجو أن أسمع من روادنا المستمعين والمتألقين في إجاباتهم أسباب انخفاض الدافعية لدى المتعلمين من وجهة نظر حضراتهم. نعم، مشاكل أسرية. أحسنت أم لؤي، أحسنت. ميساء تقول كثرة المذيعات. نعم، والآن لدينا الكثير من الوسائل التقنيات الحديثة أثرت كثيرا على طلابنا، الموبايل والتاب وغيرها. أستاذة مروة تقول الطالب يرى أن التعليم لا ولم يشبع رغباته. كثير لدينا من هؤلاء الطلاب، خاصة عندما يرى هناك أشخاص في العائلة يكررون كلام أن لا فائدة من التعليم، التعليم لا يحقق لهم شيء. يصبح هذا المفهوم لدى الأبناء. أستاذة مروة يرى الطالب أن لا نفع من التعلم. أستاذة عدة بركان تقول عدم الاهتمام بالطالب من طرف والدي. فعلا فعلا الاهتمام من الوالدين والتشجيع والتحفيز لا يوجد. أستاذة ميساء تقول افتقاد القدوة. فعلا أحسنت، بارك الله بك. افتقاد القدوة والمثل الأعلى يؤدي إلى انخفاض الدافعية للتعلم. فهنا نأتي إلى معرفة الأسباب بالتعاون. هذا النشاط أيضا لحضراتكم بالتعاون مع مجموعتكم تنتج أسباب انخفاض الدافعية للتعلم عند الطلاب. أسباب انخفاض الدافعية للتعلم عند الطلاب هي عدم توفر استعداد للتعلم من ناحيتين. عدم أستاذة مروة نناقش إن شاء الله. نعم يوجد هنا كثير من لكن المجتمعات تختلف. أستاذة مروة هذه الحالات تكون حالات فردية، بعض الأشخاص يرى أن لا فائدة من التعلم. يوجد هكذا شخصيات كثيرة تصادفنا في مجال التعليم فعلا. نأتي إلى أسباب انخفاض الدافعية للتعلم عند الطالب. أولا عدم توفر الاستعدادات للتعلم من ناحيتين، هناك ناحيتين تؤثر في انخفاض الدافعية للمتعلم. أولا الأولى طبيعية والثانية سنأتي إليها مثل أخرى وهي الخاصة. الأولى طبيعية كأن يكون في سن أقل من أقرانه فلا تتوفر لديه الاستعدادات اللازمة للتعلم. هناك بعض العوائل تسجل، هناك سن قانوني تعرف عليه في تسجيل التحاق الطالب بالمدرسة، لكن هناك بعض العوائل تتلاعب بمواليد الأطفال، تتلاعب فيهم، فلذلك قد يلتحق طالب هو دون المستوى المطلوب، مستوى العمر المطلوب في المدرسة. فهذا مثل هذا الطالب سيكون استعداده للتعلم منخفض. واضح؟ سيكون استعداده للتعلم منخفض. نعم أستاذ عبد الأستاذ غير أستاذ يكون مستوى. نعم أستاذ أحسنت، بارك الله بك. فهنا يكون بأن نموه العقلي غير قابل على غير مستعد للتعلم. وهناك أسباب خاصة مثل عدم توفر المفاهيم والخبرات القبلية. يعني أيضا كل إنسان يجب أن تكون لديه أوليات. وعلى هذه الأوليات يبدأ ببناء عملية تعلم.
واستقبال التعلم الجديد. لا أي إن البدء منذ الصفر هذا شيء صعب للمتعلم. كذلك نحن كمعلمين نشاهد أن الطفل الذي يأتي من رياض الأطفال استعداده واستقباله يكون أفضل، ويكون استعداده أفضل وتحصيله أفضل من الطفل الذي أتى من البيت مباشرة والتحق في المدرسة. وأكيد قد من المعلمين قد يؤكد على هذه الحالة، الطفل الذي يلتحق من رياض الأطفال بالمدرسة يكون استعداده أفضل. أرجو تأخذ من الصوت، نجيب القاعات تأخذ من الصوت. فهنا نلاحظ هذه الحالة أن الطفل الذي يأتي من رياض الأطفال يكون استعداده للتعلم أفضل من الطفل الذي يأتي مباشرة من البيت ويلتحق في المدرسة. وأيضا عدم اهتمام الطالب بالتعلم أساسا بالإضافة إلى عدم وضوح ميوله وخطط مستقبله، حيث لا يدرك الطالب أهمية الاستمرار في التعلم، بل يهتم فقط بالمهنة التي تمنحه راتب مادي، وهذا ما سألت عنه الأستاذة مروة. يهتم فقط بالمهنة التي تمنحه راتب مادي يعتاش منها بأسرع وقت ممكن، أي أنه قد لا يرغب في التعلم والحصول على وظيفة لأنه يرى أن الأعمال الحرة قد تكسبه مكسبا ماديا يفوق ما يكسبه من هذه الوظيفة والتي سينالها بعد عناء وجهد كبير وزمن أو فترة زمنية طويلة. لذلك يتجه إلى الأعمال الحرة، نعم حسبها حسابا ماديا أستاذ أحمد، يحسبها من ناحية مادية، يرى أن لا. وأيضا هكذا شخصيات نراها في العائلات التي يعني يكون مثله أو قدوته بهذا الوضع، أي والديه أو إخوانه يقول ماذا أحصل من التعلم؟ إيش استفاد من التعلم؟ وظيفة لا تدخل الذي لي دخلا ماديا متواضعا في الوقت الذي أستطيع أن أمارس مهنة أكسب بها أضعاف هذا المبلغ الذي يقدم لي من خلال هذه الوظيفة، وهذه أيضا من أسباب انخفاض الدافعية للتعلم. أيضا هناك غياب النماذج الحية الناضجة. نحن أنا أؤكد على حالة لكل منا عليه أن يضع أمامه قدوة، وأن يدرس عنها أو يختلط بها هذه الشخصية القدوة، ويعرف الوسائل والطرق التي حققت له هذا النجاح الذي نحن بدورنا نسعى إلى تحقيقه. فهذا الشخص القدوة الذي نجعله في حياتنا مهم جدا، لأنه يسهل لدينا ويختصر علينا طرق تحقيق الهدف وتحقيق النجاح. فغياب النماذج الحية الناضجة ليقلده الطلبة ويستعين بها هذه أيضا من أسباب تدني انخفاض الدافعية. والشعور بالضغط النفسي نتيجة القيود والقوانين المفروضة عليه من الخارج. لدينا كثير من الطلاب هو يعمل ويدرس، فأكيد هؤلاء لا غير مفرغين تماما للدراسة، فأيضا يكون تحصيلهم متدني، وهذا التدني ليس لكونه ذات قدرات ذكائية منخفضة، لا، كون إن الظروف النفسية والخارجية هي التي فرضت عليه بأن يكون تحصيله متدني. واضح؟ أيضا عدم إشباع بعض الحاجات الأساسية مثل المأكل والملبس، هذه الحاجات قد تجعل هناك بعض من الانكسار داخل المتعلم، والشعور بأنه مختلف، وهذه الحاجات تكون لديه أهم من الحاجة إلى التعلم، وهناك آية قرآنية قال تعالى مفهوم الآية بأنه يقدم مفهوم الأمن عن الخوف، الأمن عن الخوف، فالإنسان هنا
عندما يكون الجوع على الخوف، فعندما يكون خائف، تكون حاجته للأمان أكثر من حاجته للطعام، حاجته للأمان أكثر من حاجته للطعام، فهنا تكون إشباع الحاجات الأساسية هي لديهم أهم من التعلم، واضح؟ شكرا أستاذ علاء. نعم سورة قريش، وآمناهم هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أحسنت أستاذة عزة، بارك الله فيك. أي فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هنا ستكون الحاجة إلى الأمن أكبر من حاجتهم إلى الطعام، أي إن الأمن هنا تقدم على الطعام، لأن الإنسان الخائف لا يستطيع أن يأكل. فهناك للإنسان بشكل يعني أوتوماتيكي الحاجيات تترتب عنده، فهنا حاجة الطالب إلى المأكل والملبس ستكون أكبر من حاجته إلى التعلم، وهذه أيضا من أسباب انخفاض الدافعية للمتعلم، واضح؟ إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتناول بعض ممارسات المعلمين التي تقلل من الدافعية.